أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الدلو الثلاث 22 يونيو حزيران 2021. توقعات برج الدلو عاطفيا، بقائك مع الحبيب سيكون الأفضل لك، فلديك اليوم طاقة رومانسية كبيرة، حاول أن تستغلها. علاقتك بالحبيب جيدة جدا، خصوصا أنكما حريصان على التواصل مع بعضكما البعض بطريقة أكثر ذكاء. كذلك يجب أن تهتم بكل التفاصيل الخاصة بكما حتى لا تتعرض علاقتكما لأي أزمة. مهنيا، قد يكون الأصلح لك الآن أن تبدأ بتعليم مجال جديد قريبا من عملك، أو أن تتعلم أشياء إضافية تساهم في زيادة معلوماتك ومهاراتك لتضمن أن تجد الوظيفة المناسبة لك بشكل كامل. صحيا، تجد أن كل الظروف مواتية لتحسين وضعك الصحي، وعليك الاستفادة قدر الإمكان من هذا الواقع. تحتاج إلى استعادة ضبط نومك وابتعد عن المشروبات المنبهة. توقعات برج الدلو للرجل، ما زال اليوم يحمل لك الفرح، وأنت مليء بالمشاريع لأنك تفكر بتجديد في حياتك، فلا تتردد في التعبير عن رأيك لأنك تستطيع إقناع الآخرين بأفكارك وتوجهاتك. تنغمس في أمورك المهنية ناسيا نفسك لخدمة الناس وإنهاء أعمالك الضرورية، فأنت تسعى لتتم كل واجباتك ولترضي أهلك وأصدقائك سواء العائلة أو الشريك. توقعات برج الدلو للمرأة، اذهبي إلى لقاءات نشيطة ومتفائلة، سواء كانت هذه اللقاءات شخصية أو مهنية أو اجتماعية، المهم أن تكوني حاضرة لتطلع على كامل التفاصيل. العلاقات العاطفية لا تدور حول الرومانسيات المشتعلة كالأفلام، إنها تدور حول التفاهم والراحة. يجب أن تأخذي قرارك بعقلك أولا، خاصة إن كان في أمر مصيري كالزواج. لا تتسرعي، إنها حياتك كلها، عليك أخذ وقتك في التفكير. لا تعرضي نفسك للكثير من الضغوطات يومك، بل خذي الأمور بلين وهدوء. مؤشرات برج الدلو اليوم الثلاث، الطاقة 75%، العاطفة 100%، النجاح 100%، الصحة 90%. أرقام الحظ لبرج الدلو اليوم الثلاث، 19، 96، 66، 36. توافق برج الدلو اليوم الثلاث في الحب مع برج السرطان، في الصداقة مع برج الميزان، في العمل مع برج الثور.